حددت بوقت استاذ علي، ترى الكرسي مو ترى الكرسي مو سهل واحد يعوفه. اقول لك حددت هذا منبر مو كرسي. اول قبر شهيد الامام الصادق عليه السلام هي دكه. الامام الصادق عليه السلام توجه الى العراق ايام ابو جعفر بن منصور، كانت اكو فسحه للشيعه ذاك الوقت، فكان من يسالوا عن قبر جده يقول لهم عليكم بظهر الكوفه الذكوات البيض الثلاثه. الذكوات البيض كانت ما لها اسماء بعد على مر التاريخ، سميت اول واحده بدايه شارع الطوسي جبل الديك، والثانيه جامع الطريحي في البراب سموه النور، الثالثة سميت شريشفان. شريشفان هي شرف شاه. شرف شاه هو أحد المدفونين بهذا المكان، نجيب اسمه بعد ما نموت عنه. فالإمام الصادق عليه السلام أول دكة بناها أيام المنصور الدوانير. الدكة أو البناية الثانية أو العمارة اللي بناها هارون الرشيد، وتعرفون هاي القصة، كان طالع للصيد وبعدين غزالة هاي الكلاب اللي كانت تركض وقفت الضباع على، فاستنجد لأحد الشيوخ الكبار قال هذا قبر الإمام علي عليه السلام، فبنى القبة البيضاء. هاي معروفة البيضاء في النجف. أيام المتوكل سنة 236 للهجرة 850 ميلادي أجرى الماي على الحائر الحسيني، وبنفس الوقت هدم قبر الإمام علي. هاي من الأشياء اللي حاضر. محمد بن زيد الداعي والي طبرستان وعلوي الأصل، أول من بنى عمارة ذات يعني قيمة تاريخية وإلها أثرها التاريخي، وكذلك بنى قبر للإمام الحسين. هاي أيام محمد بن زيد الداعي العلوي. العمارة الأخرى اللي اجت أيام الدولة الحمدانية سنة 292 للهجرة 905، الدولة الحمدانية حكمها أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي، والي على الموصل وحلب. هاي العمارة اشتهرت أيام الدولة العباسية، يعني دولة من الشيعة الحمدانيين، واشتهرت هاي العمارة، وبعدين قام الناس تجي تسكن حول المربد الشريف. أشهر عمارة انبنت أيام عضد الدولة البويهي سنة 369، زار النجف 980 للميلاد، طول حكمه حوالي 5 سنوات عضد الدولة، كان كثير العطاء، بنى أكبر عمارة وهي من الخشب مو من الطابون، ودامت 5 سنوات. بهاي الفترة اشتهرت يعني العمارة النجفية والمرقد الشريف، وقامت الناس تزوره، هو كان هم كثير العطاء يعني أموال طائلة اللي يديرون المرقد، حوالي 1000 شخص كانوا من السادة العلويين اللي كانوا يديرون كانت اكو قصيدة ألقيت أيامه، القصيدة ابن
ابن الحجاج الشهير يا صاحب القبة البيضاء على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي. هاي القصيدة اللي كلكم تسمعون بها عند زيارة أضد الدولة البويضي. أكو حادث صار هنا بدخول أضد الدولة البويضي. عمران بن شاهين اللي أنتم تعرفوني جامع مالته، هذا كان أمير خفاجة منطقة الطيحة بالعمارة، كان قائد ومشهور، فكان عصي على الدولة العباسية أيام أضد الدولة. فأضد الدولة أهدر دمه، فإجا استجار بالإمام علي عمران بن شاهين. فأحد الأيام هو شاب بالرؤية أنه الإمام علي قال له راح يجي أضد الدولة تنكر، وبعدين أكو سر أنه سميه باسمه، اسمه فنا خسرو. قال له من راح يسمع هذا الاسم يتشلي بيه؟ قال لك من علمك هذا الاسم؟ قال له انا اشر على القبر الشريف. قال له منا اجاني بالرؤيا الامام علي فاريد تعفو عني. قال له عفوت عنك. فهنا صار لزام علي انه يبني جامع عمران ابن شاهين، واللي اكثر الروايات انه بنى ابنه لانه هو توفى بعد هاي الفترة. هذه من الشواهد اللي استمرت العمارة مع العضد الدولة 5 قرون، مبنية هي من معمولة من الحجر. شنو السبب الدمار مالها؟ شب حريق بيتها اتدمرت هاي البناية، وهي كانت من التحف اللي بناها عضد الدولة، وبها كانت من التحف والقضايا اللي كان تهدى إلى مرقد الإمام علي. فترة ابن بطوطة زار النجف وزار المرقد الشريف 752، ويوصف أنه كانت عمارة جيدة وبيها ناس يؤمون هذا المكان الشريف. سنة 400 للهجرة أمر ابن محمد بن سهلان وزير السلطان البويهي بنى سور حول المرقد الشريف، توسعت المنطقة ويرد لها حماية في هذا الوقت. أيام الشيخ حسن الجلائري 755 هو مدفون بالمرقد الشريف، أعاد بناء المرقد من جديد وهو مدفون، هو من الأسرة الإلخانية يعني جماعة هولاكا والدتر.857 للهجرة 1453 كان قائد ومشهور هو المولى المشعشعي، غزا النجف وسرق المرقد الشريف لمدة سنتين يسوي هجمات. يعتقد انه الامام علي هو الرب، فقال هو من الغلو عنده يعني من احنا نسميهم يعني اللي يؤمنون بالامام علي الرب على الله، وكان كان هذا القصد مالته من نهر. بال 1623 الشاه عباس الصفوي بدايته هاي البنايه العظيمه اللي يشوفوها بداها سنة 1032 للهجرة، استمروا بالبناء. أشهر المهندسين سامحون بالشيخ البهائي من علماء الشيعة في لبنان من جبل عامر، واشتهر بالفن الهندسي والمعماري.
هو اللي خطط للمربد الشريف هاي العمارة اللي انتم تشوفوها. استمرت العمارة يعني توفى عباس الصفوي ابن طهماسب وبعدين اجى صفي الشاه صفي اكمل البناء استمر بالبناء. طبعا البناء طول بناء المربد الشريف. اخر واحد من ملوك الدولة الصفوية هو عباس الثاني اللي اكمل العمارة. ألف وسبعمية وثمانية وثلاثين الشاه نادر شاه أول اللقب هذا استولى على خزائن الهند من ضمن الخزائن اللي سامحنا عنها بالمرقد الشريف جلبها إلى الإمام علي. كان عنده نذر أنه إذا استولى على الهند يجلب النفائس وهي هاي السنة نفائس الموجودة. وبنفس الوقت من زار العراق يعني زار حرر العراق من الدولة العثمانية سنة 1154 1741 توجه إلى النجف ويا الخزائن وبدأ التذهيب اللي تشوفوه بالوقت الحاضر تذهيب القبة والمأذنتين والإيوان. وهاي اللي شوفوه تشف على قبة الإمام علي إنه يد الله فوق أيديهم. هذا كلام إلى نادر شاه. ومن العطايا اللي هذا الكاشي الكربلائي أو هذا زوجته قوهر شاه بيقم تبرعت بمبلغ 100,000 روبية إيرانية. هاي من العطايا اللي نشوفها. عندنا الكتيبة القرآنية كتيبة اللي دار مدار القبة الشريفة هاي أنا اشتغلت عليها من انكسبت بال91 وتدمرت نزلوها فكانت صورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. مع كل الأسف يعني من عادوها بس مو الأصلية وأنا عندي ملاحظة عليها هاي الموجودة مو الأصلية يعني الأصلية من بالعكس لأنه هي تختم بالآية 12 وباسم مهر علي الأصفهاني. أنا قارئ ومثبت هذا الشيء وتاريخ ما موجود هسه 1154 احتمال سرقت. هاي خلوها ببالكم وأنا مسؤول عن كلامي وعدي توثيق بهذا الموضوع. عندنا من الأشياء الثابتة هي الزوال من مرزاب الذهب توصل للشمس على الاستقامة مالته المنحنى مالته هذا البوس يطبق مع الإيوان يأذن الظهر. هاي سنة 12 هذا ثابت بالنسبة للزوال. وعندنا الإيوان اللي تحت الساعة كم واحد 1 2 3 ذني اللون الأزرق من تدخل الشمس على الأول تدخل للثاني هم يطبق ويا المرزاب من انتصاف النهار. هاي من القضايا يقول لك إنه البهائي رحمة الله عليه إنه طبق على الزوال ولو أكو يعني مؤاخذات على القبلة هاي بعد هاي قضايا فلكية بس هو مطبقها على الزوال. يعني مرقد الإمام علي عليه السلام كنقطة كونية ثابتة ما تتغير مثل الكعبة المشرفة. عندنا الخزائن إذا سمحون يعني نعرض يا ريت لا
انه نعرض فيلم عن خزائن الامام علي اذا توفرت فد حادثة وفيلم. هذا فيلم موثق سنة 1987. الفيلم انا محتفظ به وقبل اسبوع سجلته بقناة الفرات. اي انا من امانة تاريخية يعني ابناء النجف كن يطلعون اي سؤال يصير عن مرقد الامام علي كن هم يعرفون بهاي القضايا، لانه مرقد الامام علي يعتبروا من التحف النادرة بالعالم كهندسة وكبناء وبعض الاشياء اللي بيها اللي المجوهرات يعني خلينا نقول ما انبادم وانما اخذت قسم منها البغداد ورجعوه من داخل الفريق. بس الفيلم اللي تحبون تشوفوه انجردن ورجعوهن المكانهن بهاي بابل ارتفيني سالين فتحة بال87 تم جريدهن، بس انسرقت شيء واحد اللي انا شفته بالفيلم. لقى ورقة مكتوبة ويا الخزانة بتوقيع نادر شاه، هاي اختفت ما هي اسمها موجودة، هاي اختفت وبعد أكو معلومات. هذا الطريق الشريف سنة 1941 جابوا البكرة تبرع من عندهم. صدام شارين بين كل مخبر صدام لا ما شال، وإنما أنا أقول لك شكو شي بالإيراني مكتوب كل نزله حتى هذا ندري به ما الكل رفعه يقين. سيد حمد تتذكر باب الطوسي كانت مو هالشكل، يعني هاي أخي عرفوها كانت دنجة بالمومر يعني شون اللوفة دي. فالله يرحم حجي سعيد المعمار فتح الممر عدله وشال الدنقه من الممر. هاي واحده من القضايا اللي صار على العماره النجفيه يعني، وما تغير من عندها اي شيء. وشكرا جزيلا لسماعك. اذا اكو سؤال انا بخدمتكم. نعم الله يوفقك. موجوده في اكو هذا قسم يقولون اللي موجوده بالاصبعتين اكو دوره، وقسم لا يقولون بالخزانه اللي محفوظه تحت الارض، واللي محفوظة تحت الأرض لسه ما حد فتحها. هاي اللي نقلوهن من غرفة مال الأردبيلي صناديق خشب وقاص حديد نقلا للحصينة في داخل السرداب اللي صار للضيافة يعني دار الضيافة. بس اللي بداخل الضريح الأكو رف النقلة شهر زمان وردن هاي أيام المحافظ على التعيون، وقاصة انفتحت في الوقت بها وهي قضايا كلها مع المجوهرات وقضايا نفائس لا تحدث بثمن. شكرا جميل جزيلا على أحسنت حجي رحمة الله والديك.